مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث. اليوم 3/13 شباط 2018، بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد وايضا رئيس تحرير موقع جرين اريا الدكتور حسن مقلد. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا فيك، احسن من خبير اقتصادي وبتخلص حلقه انا عم عدد مزاياك. العفو. اهلا وسهلا فيك. اليوم كثير علامات استفهام وكبيره بتنطرح حول الاقتصاد في لبنان، هل اقتصادنا في خطر من بعد حمله التشويه الكبيره يلي عم نشوفها؟ هل هالحمله محقه ام هي حمله تجني على الاقتصاد اللبناني؟ نفطنا في خطر، المواطن اللبناني كله بحياته الاجتماعيه بمعيشته بلقمه عيشه بابسط حقوقه بتعليم اولاده بكل هذه الامور بخطر، والدوله طبعا ما فيها الا على المواطن. وين الخطط الاقتصادية اللي نوعدنا فيها؟ وين النقاط الست إذا بدك أنا برجع بذكرك فيها يلي حكينا فيها على هالطاولة يلي هي كانت رح تكون الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد اللبناني؟ نحن اليوم مهددين بسلسلة عقوبات، الزيارات الأمريكية منا زيارات عابرة نحو لبنان وتحمل في طياط الكثير من التهديد، وهلأ الآت أعظم مع تيلرسون يعني ختامها مسك رح يكون. كل هيدي الأمور رح نحكي نحن وياك فيها، وبالأخص العامل المستجد وهو إسقاط الـ F-16 يلي الواحد بيشوفها عملية عسكرية، أنه حققنا هذا الإنجاز وتم إسقاط هذه الطائرة، ولكن قديش مربوط كمان بمصير ومستقبل المنطقة، قديش مربوط بالاقتصاد طبعا. تحديدا وعملية الشيء اللي سميناه تغيير قواعد اللعبة وتغيير قواعد الاشتباك كيف بينصرف على الصعيد الاقتصادي كمان، هل هيدا الشيء بيزيد العقوبات وبيزيد الخناق بيضيق الخناق الاقتصادي علينا ولا بيريحنا شوي؟ هذه الامور انت بدك تخبرنا عنها اليوم دكتور. خليني ننتقل نحن وياكم المشاهدين جولة إخبارية سريعة مع زميلتي ميشا جاويش، نعود بعدها ونبدأ بالحوار. صباح الخير. تستقبل بيروت بعد غد وزير الخارجية الأمريكي راكس تيلرسون في زيارة تستمر يوما واحدا، ينتظر أن تتمحور خلالها محادثاته حول ما بدأه مساعده ديفيد ساترفيلد في الملف الحدودي بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى ملف الانتخابات ومسار المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان في روما وبروكسل وباريس. إلى ذلك نقل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد عرضا في شأن الخط البحري هو العودة إلى الحدود التي كان اقترحها المنسق الأمريكي السابق الخاص بشؤون الشرق الأوسط فريدريك هوف والمعروفة بخط هوف. ومعلوم أن لبنان رفض في السابق هذا الخط الذي يطالب الأمريكيون بجواب لبناني عنه اليوم، مما استدعى عقد الاجتماع الرئاسي والتشاور لاتخاذ الموقف الموحد وخصوصا قبل وصول تيلرسون. وكشفت صحيفة الأخبار أن ساترفيلد أبلغ جميع المسؤولين اللبنانيين أن خط هوف هو الحل الوحيد وأن هذا الخلاف لا يستدعي القيام بوساطة، وإذا رفضتم الحل فلا الولايات المتحدة ولا الأمم المتحدة ستتدخل كوسيط. وتدرج ساترفيلد في نبرة التهديد وقال للبعض أن رفض خيار هوف يعني أن أي شركة لن تشارك في استخراج الغاز والنفط في البلوكات الجنوبية اللبنانية، فيما قال لمسؤولين آخرين أن الرفض اللبناني يعني عدم مشاركة أي شركة أمريكية في أعمال التنقيب عن الوقود الأحفوري قبالة السواحل. وأمام بعض المسؤولين هدد بعدم قيام أي شركة أمريكية بالاستثمار في لبنان لا في قطاع النفط والغاز ولا في غيره. أما الذين كانوا غير متسامحين معه فاكتفى أمامهم بعرض الوقائع تاركا حسم الأمور لرئيسه تيلرسون الذي سيزور لبنان بعد يومين. يصادف غدا الذكرى السنوية 13 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وللمناسبة يلقي الرئيس سعد الحريري كلمة في الاحتفال الذي سيقام في البيال. ودعت مصادر تيار المستقبل عبر صحيفة الجمهورية إلى ترقب ما ستتضمنه كلمة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من رسائل سياسية وانتخابية في كل الاتجاهات، مؤكدة أنها ستكون كلمة شاملة يضع فيها الحريري النقاط على الحروف ويرسم خريطة طريق المستقبل نحو الاستحقاقات وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي. وأوضحت المصادر أن كل الأحزاب الصديقة مدعوة إلى الاحتفال باستثناء حزب الله كما درجت العادة كل عام، لأن الحزب متهم باغتيال الحريري ولا يتعاون مع المحكمة الدولية وبالتالي غير مرحب به.
انطلقت اليوم في الكويت أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة دولية واسعة تتمثل بحضور 74 عضواً من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف. ويقام الاجتماع في إطار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش. وننتقل إلى كلمة الشيخ المفتي داريان لنستمع إليها. من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها اللبنانيون، تحل علينا الذكرى 13 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري الذي كان في حياته وبعد استشهاده رمزا لاستقرار لبنان وأمنه ورفاهه والمستقبل المزدهر لدولته وشبابه ومرابعه وعمرانه وحضارته. نحن نقف اليوم عند ضريحه كما وقفنا في الأعوام السابقة، نشهد له بالصدق وبالوفاء وبالوفاء بالعهد وبالأمانة لوطنه ولبني قومه. نعم، إنه الشهيد المظلوم. نحن ندعو له جزاء ما قدم لسلامة الوطن والمواطنين، وندعو على الظلمة الذين ائتمروا به وتسببوا في هذه الكارثة التي ما نزال نعاني منها ومن آثارها على الجميع. في حضرة الرئيس الشهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، قدمنا إلى ضريحك اليوم أيها الشهيد الكبير. تحدونا 3 أنواع من الأشواق: الشوق إلى شخصك الحنون المحب الذي كان يحنو على الجميع ويعمل ليل نهار من أجل اللبنانيين، كل اللبنانيين، وها نحن جميعاً نتبادل الذكريات، كل منا متى وكيف لقيك ولقيته، وتختلط الذكريات بالدموع ونعود لاستشعار هول الخسارة العاطفية والسياسية والوطنية والاستراتيجية، فيتحول الاشتياق إلى فجيعة هي في مستوى الكارثة. إن الألفاظ لا تعجز عن التعبير عن عمق المشاعر التي يكنها الكثيرون الكثيرون من الناس لك أيها الشهيد، سواء في دنيا الوطن أو دنيا العرب أو العالم. وكما سبق القول، فإن هذا الاشتياق الشخصي يتحول إلى اشتياق عام. أيها الشهيد الكبير، كل اشتياق إلى شهيد يدخل في الاعتبار معه الإحساس العميق بالقضية العادلة التي مات الشهيد من أجلها. ونحن مقتنعون تماما بالقضية التي استشهدت من أجلها، قضية الأمانة الوطنية والعربية والسعي لإخراج الوطن والدولة من نزاعات الماضي وتبعات الحاضر والانطلاق إلى آفاق مستقبلية غير محدودة. إنه الحلم اللبناني
والعربي الذي أردت تحقيقه وقد أردت تجديد الأمل به. وقد أردت تجديد الأمل به وإعداد الشباب له في مؤسسة الحرير التعليمية وفي إنشاء البنى التحتية وتجديدها وفي جمع اللبنانيين كل اللبنانيين وصنع العلاقات المتقدمة مع العرب الكبار في السعودية ومصر ومع كبار العالم في السياسات وفي مؤسسات التنمية والتقدم. فهل تكون هناك شهادة أكثر قيمة وسموا من إحياء الأوطان والإنسان والمواطن؟ وهكذا، وبقدر ما هي سامية وعالية القضية التي استشهدت من أجلها، يصبح مطلب العدالة لك ضرورياً. ومن أجل شخصك ومن أجل القضية التي استشهدت بسببها ومن أجلنا نحن محبوك واللبنانيون والعرب وأصدقاؤك في العالم، إن المتاعب التي تزايدت على لبنان من بعدك تشعر بالآثار السلبية التي انعكست بغيابك على القضية العادلة، فحتى النهوض الوطني الذي أحدثه استشهادك جرت مقاومته بكل سبيل، ومن ضمن ذلك سيل الدم والشهادة على طريقك وطريقتك. لهذا كله كلنا أمل بالله سبحانه وتعالى أن يكون هناك عدالة تجاه شخصك وتجاه قضيتك وتجاهنا نحن، والعدالة التي هي أكبر من الثأر وأعلى من الانتقام، إنها وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أما النوع الثالث من أنواع الاشتياق، وفي ذكراك أنت أيها الشهيد الكبير رجل الاستقرار والسلام الوطني والعربي، فهو اشتياق إلى أمن وطننا وسلامه. فقد تفاقم الاضطراب من حول لبنان في السنوات الأخيرة، وإلى جانب المأساة السورية المستمرة والمؤثرة على لبنان، هناك التهديدات الإسرائيلية المتجددة، وهناك الأزمات الأخرى العاصفة بالداخل في السياسة وفي الخدمات. إننا في الذكرى 13 لغيابك يا دولة الرئيس، نسأل الله سبحانه وتعالى للوطن والدولة مخارج من الأزمات المتكاثفة على طريقتك في اجتراح الحلول وفي تصفية القلوب وفي صنع الجديد والمتقدم في السلام والتآلف وبناء المستقبل الوطني بمشاركة كل الأطراف. نحن محتاجون إلى الحكمة وإلى رجال دولتنا الكبار الذين يستمع إليهم الداخل والخارج. رحم الله الشهيد الكبير رفيق الحريري رحمة واسعة، وغفر له
جزاء ما قدم للوطن وللناس، فكم آسى مريضا وساعد طلاب علم وحل مشكلات. مرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وبعد أن استمعنا إلى كلمة المفتي دريان مفتي الجمهورية في زيارة يقوم بها على رأس رجال دين من دار الإفتاء لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عشية ذكرى استشهاده، أعود وأرحب مجددا بضيفي الخبير الاقتصادي رئيس تحرير العمار والاقتصاد الدكتور حسن مقلد. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور حسن. كنا حطينا مجموعة ملفات ونقاط رح نعالجها نحن وياك، رح نجرب هي كثيره كل نقطه منهم بدها حلقه، ولكن حنجرب نمرق عليها كلها قد ما بيسمح لنا الوقت اليوم. اسمح لي ابدا مما ينتظرنا بعد بكره، بيوصل ريكس تيلرسون وزير خارجيه امريكا الى لبنان، زياره مش بلاش، ما حدا بيشتغل كاريتاس خاصة الدول طبعا بين بعضها. هذه الزيارة مهد لها بزيارتين، يعني الأسبوع الماضي كان ساترفيلد في لبنان، وقبله أيضا كان نائب وزير الخزانة أيضا، وعلى ما يبدو يعني جايين بطبلوا زمر خلينا نقول، والمطالب كبيرة. خلينا ننطلق من هون، وطبعا عم بحكي هذا الأمر كله ربطا بالاقتصاد، مش عم نحلل فقط بالسياسة، يعني مع أنه كلها مربوطة ببعضها، ولكن هذه الزيارة كانت زيارة تصوب على الاقتصاد اللبناني بكل أشكاله، وانحكى أنه صار فيها الكثير من التهديدات من الضغوطات على لبنان، الأمر متعلق بالنفط، بالبلوك 9، بترسيم الحدود. بدي أسمع منك شو جاب معه تيلرسون وقبله نائب وزير، شو جاب معه ساترفيلد وقبله نائب وزير الخزانة، وماذا سيحمل معه تيلرسون؟ أول شيء بعتقد أول شيء المقدمة يعني حطت كل القضايا الأساسية اللي لازم واحد يحكي فيها، يعني لازم توضح لنا إياها، لا عفوا لازم واحد يحط يعني رأيه فيها إذا بيقدر إياه. بس بداية أكيد زيارة بعد بكرة، حجم التطورات اللي حصل بالتحديد مع مفصل إسقاط الطائرة الإسرائيلية، إذا هي طائرة واحدة ربما أكثر يعني من طائرة، التحول النوعي الاستراتيجي اللي حصل أكيد رح يفرض حاله على جدول أعمال الزيارة وعلى مقاربتها وعلى كل شيء بعدها ممكن يصير. لا شك أنه زيارته عندها طابعين، طابع السياسي العام اللي واحد بده ما ينسى ولا لحظة أنه في تحول كمان استراتيجي حصل بالمنطقة من قبل أمريكا عبر اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل ما يجري اليوم تحت هذا السقف، يعني بيطلع مسؤول أردني كبير من أكثر من أسبوع بيعلن أنه السعودية عم بتعاقبنا نتيجة موقفنا من القدس، لحد تاريخ اليوم ما طلع نفي أردني على هذا الحديث، يعني نفي سعودي، نفي لا سعودي ولا أردني. يعني لأنه مسؤول أردني كبير هو الأعلن لرويتر أنه إحنا عم بتعاقبنا السعودية نتيجة موقفنا من موضوع القدس. عم حطها بهذا السياق لأقول كل ما يجري اليوم بالمنطقة له علاقة بالشيء سموه صفقة القرن وتسوية القرن اللي صارت معروفة، واللي مبارح عباس يعني أبو مازن رئيس فلسطيني بموسكو بيعلن أنه واشنطن ما ممكن تلعب دور الوسيط لأنه أخذ الطرف. فزيارة وزير الخارجية الأمريكية جاي ضمن ترتيبات هذا الموضوع، وترتيبات هذا الموضوع بتفرض أنه يكون لبنان ومحور المقاومة تحت ضغط هائل لدرجة ما يقدروا يعطلوا هذا المشروع. خلينا نبلش نحط نقاط، شو هو هذا الضغط؟ يعني عنا عقوبات، عنا ليحة كبيرة، هي ليحة كبيرة. خلينا نبلش نحط نمشي بالأولويات. أنا رح نركز على الناحية المالية والاقتصادية، ولكن لا شك أنه الميدان بسوريا والميدان بالعراق والميدان باليمن هن الساحات الأساسية اللي هن وسائل الضغط موجودة فيهم. يعني اليوم منا مسحة أنه صاروا الأمريكان مبسوطين يصوروا آلياتهم عليها العلم الأمريكي بقلب سوريا على الأرض السورية، ويعلنوا أنهم مسيطرين على 22% من الأرض بسوريا. هذا تحول مش بسيط. هن كل حديثهم كان أنه فالين من المنطقة وهن جايين ضربوا داعش وما عندهم أطماع ببقائهم بسوريا وإلى آخره. هذا منه مزحة. يعني اليوم التنسيق على مستوى اليمن والضغط اللي عم بيصير باليمن كمان منه بسيط. بس هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني انه مطلوب
تقليم أظافر إيران بالمنطقة، هذا بيعني أنه الدولة بسوريا الإنجازات اللي حققتها لازم تتحجم، هذا بيعني أنه حزب الله مش مسموح له يكون عم يلعب الدور اللي عم يلعبه على مستوى الإقليم وعلى مستوى لبنان، هيدا بيعني أو هول كلهم بيقبلوا أنه هيدي الصفقة تمشي وبيسكتوا واللي بدهم إياه بياخدوا، أو ساعتها هن بلشوا طبول الحرب يخبرونا عنها، بلشوا على الأرض يلجأوا. ما بننسى نحن من 4-5 أشهر لعبوا الورقة الكردية بالعراق بأقصى ما يمكن، يعني تركون. في أرانب وهلأ تركون لمصيرهم. الحقيقة اللي صار بالموضوع الكردي بالعراق يعني بيّن أنه في حجم إدارة روسية وإيرانية للعبة هونيك، لدرجة أنه سحبة الورقة الكردية من أمريكا بشكل وبسرعة ما كان حدا بيتصورها، واليوم عم يتركوهم بعفرين ومش قليل اليوم رغم كل يعني عدم الثقة بتركيا، ولكن اليوم مجريات الأمور عم تعمل أجندة حتى على تركيا، أجندة مختلفة عن كل ما شيء شفناه لتركيا بالفترة الماضية. صحيح. ما بيعني أنه تحولت من شيطان لقديس، ولكن بيعني ميزان القوى على الأرض عم يفرض هيك بهول جوانب. لهذا السبب أنا عم أقول إذا هني جايين بالميدان يعملوا هيك، اللي حصل من أسبوع مع إسقاط الطائرة أو قال من إسقاط الطائرة الإسرائيلية، واللي بيّن عن جهوزية عالية، واللي بيّن عن مفاجآت، واللي أهم منه بيّن الإعلان شبه الرسمي اللي طلع تغيرت قواعد الاشتباك ودخلنا في مرحلة استراتيجية جديدة، وهيدا كله بظل الوجود الروسي. يعني كل هيدا خلى أنه إذا أنتوا جايين تهولوا بالحرب منها شغلة عابرة بسيطة. إسرائيل هي تطلب احتواء الموقف، منها شغلة عابرة نتنياهو يتصل ببوتين ويطلب ويعلن الجيش الإسرائيلي أنه احنا خلص خلصت العملية هون، ما هني كانوا عم بيقولوا بدهم يعملوا بدهم يسووا إلى آخره. هيدا جانب. الجانب الثاني واللي هون فينا نحكي شو اجوا عملوا، اجا نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية هول علينا تهويل غير مسبوق بالطريقة اللي حكى فيها، واجا بعده ساترفيلد كمان بهيدا الشقفة حكى اللي ما بينحكى. الأول اجا قال انه هيدا الصراع اليوم اللي له علاقة بالعقوبات هيدا عم يمتد أفقيا وعموديا. أول شيء اجا خبرنا من نص بيروت سواء بمؤتمر الصحفي أو باللقاءات اللي عملها أنه حزب الله بيتاجر بالمخدرات وبغسل الأموال، وأنه هو منه مصدق لا هو ولا إدارته أنه الحزب الله ما عم يستخدم جهاز المصرف اللبناني بعمليته، ولهذا السبب أنه شكل تطبيق العقوبات اللي كانوا قبلانين فيها بالماضي هاليوم مش قبلانين فيها. هذا كله قبل صدور قانون العقوبات الجديد اللي كلنا بنعرف وحاول يوحي هون استنتج لي أنا أنه نحن مقابل تطبيق المتشدد للقانون الحالي بلكي من أجل إعلان القانون الجديد. وهيدي مقايضة أعتقد هو أنه بتسمح لهم يوسعوا البكار. إيه بس هي المقايضة مقابل شو؟ مقابل خضوع لبنان للابتزاز الأمريكي أو للشروط الأمريكية؟ بدهم اليوم هن اليوم مثل ما البعض عم بيفسر بلبنان وبعتقد تفسير مزبوط، جزء من هيدا الصراع له علاقة كمان بصراع بقلب أمريكا بين الديمقراطيين اللي هاجمين على ترامب تحت شعار أنت في روسيا ساعدتك بالانتخابات وكان عندك علاقات بالروس، مقابل هيدا الملف ما بيقدر يرد إلا بملف كبير أنه أوباما سمح بصرف أموال لإيران، هيدي الأموال حسب زعمهم استخدمت بدعم الإرهاب ولحزب الله ولليمن وإلى آخره، ملفين بتعادلوا. نحن منروح فرق عملي بقلب هذا الموضوع في صفقة القرن اللي عم نحكي عنها اللي في إمكانية لاستخدامنا أداة للضغط، فمقابل شو؟ مقابل هني أول شيء بدوا النتائج لأنه عندهم لعبة داخلية بدوا النتائج، يعني هم مش رح يقبلوا ومش رح يكتفوا أنه في بعض الحسابات تسكرت، مش رح يكتفوا أنه هاي الشركات ما له علاقة المقاومة فيها اللي هني عم بيسكروها، هن اجوا يقولوا بالفم الملقان بدنا نتائج بدنا اعمال بدنا شغلات واضحه، مقابل شو؟ هن بيعتقدوا انه بملف النفط نحن بلكي بنوطي راسنا، ملف الجدار اللي كانوا عملوه بلكي بنوطي راسنا، بلكي نحن بنلتهي بحالنا وبنقول بكل بساطه اذا الفلسطينيين قبلانين باللي عم بيصير نحن شو خصنا، اذا العرب عاطين تغطيه لهيدي الهزيمه الجديده اللي عم يتحضر لها نحن شو خصنا. هيدني عم يقروا ميزان القوى بلبنان وبالمنطقة قراءة ما بتشبه المحور المضاد كيف عم يقرأ ميزان القوى بالمنطقة. طيب وبلبنان هني قريوا
وهن واضحة وجهة نظرهم شو هي. أمريكا لن تفضل لبنان على إسرائيل ولن تفضل مصلحة لبنان على مصلحة إسرائيل، وكل يلي تسرب وقريناه بالصحف من وقت هذه الزيارات حتى اليوم واضح واضح مساره كيف. حتى امبارح اللقاء الثلاثي يلي صار بقصر بعبدة ولقاء الرؤساء واضح كمان كيف بدنا نواجه كل هذه الضغوطات وكيف بدنا نوحد كلمتنا بعد يومين أمام تيلرسون، لحتى مش كل واحد يغني على الليلة ويكون في عنا موقف ثابت وواحد ومتماسك، موقف دولي حقيقي وجدي مقابل أيضا ممثل دولة هو وزير خارجية أمريكا، ومش حيلا دولة عظمى وجاي ومعروف شروطه شو هي. ولكن نحن بلبنان شو الخطط يلي حاطينا لمواجهة الخطط الأمريكية؟ لحد هلأ ما شفنا، ما بعرف شو عم بيصير بالكواليس، إذا المسؤولين إذا الرؤساء الثلاثة عندهم خطة واضحة، عندنا خطة اقتصادية واضحة، خطة مواجهة واضحة. اليوم فينا نوقف ونقول لا، اليوم فخامة رئيس الجمهورية رئيس بري رفضوا بشكل معلن كلام ساترفيلد، الضغوطات، مبايعة إسرائيل، إعطاء حق بنهبنا ونهب نفطنا، بس شو خطتنا يلي قادرين نواجه فيها؟ شوف إذا بتسمحي لي بقلك أنه بالشق العملاني السياسي العام ما في جميل اليوم. طبعا يعني موقف لبناني واضح، موقف رئيس الجمهورية واضح، موقف رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب واضح، ولكن عم أقول أنا ما في جميل لحدا. بمعنى اليوم في ميزان قوى على الأرض، في قوة المقاومة اللي عاملة هذا التوازن. بكل بساطة لو ما قوة المقاومة اليوم عاملة هذا التوازن لحدا رح يطلع فينا ولا حدا رح يسألنا. كانت إسرائيل أخذت البلوك التاسع والثامن والعاشر وما حدا قال له وينك. اليوم في ميزان قوى فارض حاله على كل الناس. بهالمعنى بيجي الدور الإسرائيلي يعني للأسف الشديد دور مشكور، لأنه نحن شفنا وين كنا من جمعتين. كنا عم نفتش بالزواريب الداخلية بالأزقة تنعمل حرب أهلية جديدة. لو ما الموقف الإسرائيلي اللي طلع يمكن ما لفينا على بعضنا وتوحدنا. بالشق السياسي أنا برجع بقول ميزان القوى فارض حاله. بالشق الاقتصادي المؤسف 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 إنه نحن من سنتين لليوم ومن سنة لليوم عم بقى حدد تواريخ لأقول من وقت العقوبات، لأنه نحن قادمين على قانون عقوبات جديد. قادمين اللي احنا ما بننسى انه ب 24 بس احتجز الرئيس سعد الحريري شنت حرب ماليه على لبنان بكل معنى الكلمه، شنتها المملكه العربيه السعوديه ولا تزال. نحن بكل هاي الملفات لا عندنا خطه اعتراضيه، لا عندنا مقاربه وما عندنا شيء. هيدا اللي عم بسال عنه بدي اوصل لنقطه لو بتسمحي لي. بس اجى ساترفيلد كفى اللي اجى عم يعمله مساعد وزير الخزانه الامريكيه، اجى عم بيقول للمسؤولين اللبنانيين انا هيدي العقوبات بطبقها باسوي وبشده وبدي فوت على الحسابات بالمصارف اللبنانية أكثر ومن دون وصايد، بمعنى أنه بدي شيل مصرف لبنان من الدق لفوت أنا ديريكت عليهم. وفوق هيدا جاي عم بيقول أنا بدي سكر البنك التجاري السوري بلبنان، وجاي عم بيقول أنه أنا بدي سكره وهيدي قضية ما بمزح فيها. طيب نحن بالنسبة لنا طبعا تجاوب أنه هيدا مش قرار لا إداري ولا مالي ولا مصرفي، هيدا قرار سياسي بالدرجة الأولى بده بحث. بس هذا البنك مثلا اذا هذا البنك اليوم ما بيتعاطى، ما عنده بنك مراسل برا، يعني هذا ما عنده اي صله بالخارج. اذا هذا البنك ما بيتعاطى بالعملات الاجنبيه لا بالدولار ولا باليورو، باي حق بيطلبوا باقفاله؟ يعني حتى هون عم فوت انا بالتقنيات الماليه، باي حق بيطلبوا باقفاله؟ طب نحن شو خطتنا الاعتراضيه؟ انا بقول لك اكثر من هيك. طب نحن من سنتين لا معلي بهيدي النقطه بتحكي. انا اللي بعرف شو جاوبوا الدوله، شو جاوبتهم المسؤولين، شو جاوبوا؟ اخذوا علم بالموضوع وعم بيفكروا فيه. المسؤولين الماليين اللي شافوه قالوا له بكل بساطه هذا قرار مش عنا، هذا قرار سياسي، وجاوبوه وشرحوا له انه مش مزبوط انه هذا البنك عم بيمارس نشاطات ماليه ومصرفيه ولا عم يتجاوز القوانين، لانه هذا لا عنده مراسل ولا عنده حسابات اجنبيه. طبعا انحكى انه في عمليتين ماليتين صاروا من اكثر من 7 أشهر، وهول عليهم 100 علامه استفهام. تحويلات بالدولار لانه ممنوع أول يتحول. اول شيء ممنوع يتحول، ثاني شيء انه هو عم يعمل عمليه كان باوروبا لشو بعتها على امريكا وما عنده حساب، يعني اصلا كلها تطرح علامه استفهام. ثاني شيء في قصه عن تصرف عم ينحكى فيها، وهيدي قصه الصرافين خلصنا منها من زمان. وفي طبعا قضيه انحكت هو موضوع الاموال اللي بتروح على سوريا من لبنان، هيدي
يعني حجم التداخل بين البلدين والمصالح بين البلدين، ما في حدا بيقدر يوقف على حدوده ويعمل زيح، ومش بس عنا بكل البلدان، بس احنا بتاخذ طابع اكثر لانه حجم التشابك بالعلاقات بين البلدين اكبر بكثير، وما في حدا يجي يعني يفصلها، وهن بيعرفوا اساسا، هن بيعرفوا. فالجواب كان انه هيدي قضيه سياسيه احنا عم نبحثها، بس انا عم روح ابعد من هيك، عم اقول هيدا ملف نمط التعاطي بيعكس انه طب نحن معقوله من سنتين لليوم عم نتعرض لعقوبات، وعم نتعرض اليوم عم يتحضر قانون صار خالص بعد عنده بس الغرفه العليا وبيقطع والاعلان. طب معقوله احنا مجلس وزراء تبعنا ما حطوا مره نقطه على جدول الاعمال وبحث فيه؟ طب معقوله مجلس النواب ما قرر يعمل جلسه بس ليناقش هذا قانون العقوبات؟ كيف نحن منواجهه؟ هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني بكل بساطه انه نحن دائما دائما بالقضايا الاقتصاديه يعني والماليه للاسف الشديد نحن متكلين دائما انه بتجي بتنحل، بلكي بتنحل، مثل ما اليوم ويمكن يكون معهم حق، بس هذا مش كافي، انه بلكي اليوم حادثه الطياره فيها هي تلغي اليوم تخلي الناس يعملوا مراجعات لحساباتهم بطريقه انه ما في هون انه يجوا يعني يستبيحوا البلد بهذه الطريقه، فهيدي ممكن، بس هيدي شو شرطها؟ شرطها انه انت تستفيد كبلد من قوتك الردعيه، من توازن الرعب اللي انت عامله، بس تستفيد منه عن جد بدك تعمل مقاربه جديه بهذا الملف. حط خطط وقت. وانا هون بقول لك بكل بساطه، القانون الاول وقت ما اجى اجت المقاومه وقتها عملت اخذت المراسلين وبرمتهم على كل خط الحدود، فرجتهم اسرائيل شو عم تعمل. وقتها اعتبرت تجاوز الخط الاحمر اللي كان مرسوم. صحيح. بلكي هيدا وقتها اجل طريقه العقوبات على فتره زمنيه طويله. اليوم الحادثه اللي صارت بالتاكيد لها انعكاسات على الوضع المالي وعلى وضع العقوبات، بس هيدي شرطه نحن كبلد نكون حاضرين لناخذ هيدي القصه ونترجمها بخطط اعتراضيه، ونترجمها خاصه انه بدنا ننتبه انه يعني الفرنساوية من 15 يوم 20 يوم حطوا 25 شركة على لائحة العقوبات، بينتهم 8 شركات مركزهم بيروت. هيدي سابقة. بحجة هيدي سابقة. مش صايرة قبل. أبدا، وبحجة شو؟ بحجة إنه هيدا الموضوع له علاقة بالكيماوي السوري. بس هيدا. بس هيدا مش طلب أمريكي بحت. أنا حسب من الحكومة الفرنسية. أنا بصراحة حسب معلوماتي وحسب نقاشي مع بعض المسؤولين الفرنسويين، مش بس يعني تحليل، أنا بقول لك لا، هن الفرنسوية كمان معتبرين حالهم انه هن يقدروا يفوتوا على هيدا الملف، هن معنيين فيه، وانا مش عم زيح يعني اخذوا السيستم الامريكي بالضبط. رح اقول لك شغله اكثر من هيك، انه رح يحطوا مجموعه شركات واشخاص اليوم الفرنسويه كمان على لائحه العقوبات زياده على هول الثانيه زياده وارسلوا يعني قالوا بطريقه من الطرق انه هيدي فقط لها علاقه بملف الكيماوي السوري، ما لها علاقه بالملف اللبناني. شو نوعيه الشخصيات يلي بدهم يحطوها؟ مسؤولين كبار بحزب الله. يعني معروف مين مستهدف بهذا الامر. ايه يعني. طبعا، بس برجع بقول لك انه هذا الحديث صار مع مباشره يعني تسريب بيقول انه هيدي لها علاقه بالحرب بسوريا ولا علاقه لها بلبنان. نحن بالنتائج تمنا النتائج، نحن كنتائج في دوله هي بين هلالين صديقه للبنان عم بتحطنا على العقوبات، هيدا بيعني انه نحن بدهم يعرفوا كل هيدي الدول انه ما بيقدر واحد يجي يخبرنا انه هو الاستقرار المالي والاستقرار الاجتماعي بلبنان خط احمر عنده، وبيجي بيعمل علينا اجراءات ما ممكن الا ما يكون عندها تاثيرات اجتماعيه وماليه فيها تكون قاسيه. هيدي ورقه بس اليوم عند لبنان قويه لازم يستخدمها، لبنان كتير منيح يستخدمها. كتير منيح. اليوم حكيت عن قصه الطياره وعن قصه تغيير قواعد الاشتباك وعن كيف هيدا الموضوع فينا نحوله، هو سيف ذو حدين، فينا نحوله، اما فينا نحوله لصالحنا واما بيكون ضدنا، انه اليوم عمليه اسقاط الطائره ممكن ان تحطنا امام مفصلين. تمام. شيء ذكرته حضرتك، يا اما الذهاب بعيدا في العقوبات، يا اما التريث ودراسه الوضع، ولكن شرط انه نكون نحن عارفين شو بدنا ونكون نحن عارفين كيف بدنا نتعاطى بهذا الموضوع. كيف فينا نخلي موقفنا قوي؟ كيف فينا ما نترك الارض سايبه لحتى الامريكان يعمل اللي بده اياه؟ كيف فينا اضافه الى الموقف الشفهي الرسمي اللي طلع باننا سنواجه ندعمه بمواقف عمليه؟ ممتاز. اول شيء لا انا عم اقول هذا الحديث، اول شيء عم اقول لانه اليوم تقديري وتقدير يعني كثير ناس بتابعوا انه موضوع الطياره بعد الحرب والتهويل بالحرب. صحيح. لانه بين ميزان القوى مش هيك. طب شو عندهم بدائل؟ عندهم بدائل الموضوع المالي، او فهموا انه الرساله قويه لدرجه اذا بتتجاوز الخطوط الحمر حتى بالموضوع المالي نحن جاهزين نتجاوز الخطوط الحمر بمسائل ثانيه، فبتبعد العقوبات.
أو بيعتبروا طالما حددنا قواعد جديدة للاشتباك الموضوع المالي مش من ضمننا، نحن منروح نكبس فيه على الآخر. نحن فينا نعمل ثلاث شغلات أساسية ومطلوبة على ثلاث ركائز. أول ركيزة بموضوع العقوبات، ثاني ركيزة بالحرب المالية المفصولة عن العقوبات اللي عم تمارس علينا وعلى قطاعنا المصرفي وعلى ماليتنا للسعودية فيها رأس حربي. الموضوع الثالث هو الموضوع الاقتصادي والمالي طبيعي عنا العادي، اللي ما فينا نكفي كأنه الدنيا بألف خير، وما فينا نكفي أنه الحكومة اليوم بتوزع بومبون 500 مليون دولار قبل الانتخابات. بومبون انتخابي. ثلاث ركائز. أول شيء جلسة واحدة. أول شيء وطبعا وما بينتبهوا يدرس الموازنة، يعني ما بينتبهوا يحاولوا الموازنة بكل هالحديث عم نحكيه. متبهين ومكترين. يعني. أول نقطة بموضوع العقوبات. بموضوع العقوبات بعدنا لليوم عندنا وراء قوية كتير إلى علاقة باستقرار لبنان، إلى علاقة بالنازحين السوريين. وين قوتنا؟ أول قوة أساسية. شو هي وراء القوة اللي عندنا؟ أول قوة. ونحن كل يوم تهويل على اقتصادنا وكل يوم. أول ورقة أساسية إنه هيدا البلد في وجود عسكري أمريكي مطلوب بقائه. الأمريكان ما رح يقدروا يلعبوا باستقرار البلد طالما عندهم وجود عسكري موجود فيه، وكل العالم بتعرف أنه عندهم وجود عسكري وعم يستخدموا البلد كنقطة انطلاق. هيدي قصة أساسية، هيدي أول قصة بتنقال. ما بيقدروا يستمروا بوجودهم العسكري إذا هن عم يتصرفوا بهذا الطريقة. خلينا بس نوضح نقطة الوجود العسكري. عندهم ولو... أنا رأيي إنه في قواعد عسكرية أمريكية موجودة بلبنان. يعني رياق أعلنت لنشوف. أنا في حامات. في حامات موجودة وبتنزل فيها طيارات كل يوم، بتطلع فيها طيارات كل يوم. صحيح. يعني أنا حسب معلوماتي في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية موجودة بلبنان، والناس غض نظر عنا لأنه في ميزان قوى ولأنه في شيء. بكرة بس تكمل السفارة بصير في كمان ساعتها بصير يعني فعلاً بدها تعمل مليارين دولار على 100 سنة بدها تعمل علاقات مع لبنان، وبنفس الوقت كل يوم كل يوم كل يوم بيهددونا باستقرارنا المالي وباستقرارنا الاجتماعي. طيب السبب الثاني هيدي اول ورقه. لا بقى ورقه قويه هي الوجود العسكري وحاجه الاستقرار. في ورقه ثانيه، في ورقه النازحين السوريين الموجودين بلبنان، اذا اليوم صار في هز للامان بلبنان للاستقرار المالي او الاستقرار الاجتماعي، اوروبا فيها تحمل الاف ومئات الاف النازحين السوريين عندها. ما هي ما وصلوا لعندها 20 او 30 الف واهتزت الدنيا. فاوروبا اليوم بتتحول لطرف مساند لنا، وعلى كل حال بالأزمة الأخيرة شفنا نحن اليوم. صحيح. أن أوروبا قدام حديث الجبير عن مصارفنا عم بتبيض أموال، اللي بالمناسبة ما حدا إسرائيلي استرجع يقوله هذا الحكي، هذا التصريح الوحيد بالعالم اللي بيحكي بهالطريقة. إجا التوازن من باريس، إجا التوازن من أوروبا، وكرمال هيك مؤتمر باريس مؤتمر روما إذا إجا وقتنا نحكي عنهم بعد شوي ماشيين أكيد بنحكي عنهم، نحكي ومنقول إذا فيهم إيجابيات على القليلة بالشكل عم يعملوا مظلة معينة فوق البلد ليقولوا هيدا البلد مش متروك. لكم حدا اليوم مجنون مدري شو عم يعمل بالخليج بيفتكر انه في له بالصراع بالبلد؟ بس في حملة ممنهجة واضحة، يعني تحدثت عن كلام وزير خارجية السعودي الجبير، في حملة ممنهجة واضحة يومية. أنا هاي نقطة تانية بدي طيب بتخليني لحتى ما نقطعها بالنص نعمل جولة سريعة مع زميلتنا ميشا جويش على الصحف، عود بعدها وفوت على هالموضوع بالتحديد. رح يبقى لنا وقت إذا في رئيس سعد الحريري والصحف ما بعرف إذا بقى وقت. لا يعني وعدتني ميشا بيكونوا كتير صغار. بدي أحكي بهذا الموضوع من التفصيل وربطا إنه مين عم يعمل هاي الحملة. يلا. وبين هلالين ماكنزي، هيدا العنوان الكبير رح نحكي عنه بالتحديد. تفضلي ميشا. شكرا سمر، وبوعدكم انه تكون قصير الجوله على الصحف. والبدايه مع صحيفه الاخبار. موفد سعودي الى بيروت جمع الحريري وابن سلمان، بانتظار ما سيحمله الخطاب المرتقب لرئيس الحكومه سعد الحريري غدا في الذكرى 13 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. علمت الاخبار ان واشنطن دخلت على خط الوساطه بين رئيس المستقبل والقياده السعوديه عبر جارد كاشنر صهر الرئيس الامريكي دونالد ترامب. ورغم نفي مقربين من الحريري، علم ان كاشنر طلب الى الحريري السفر الى لندن لان الامير محمد بن سلمان سيكون هناك ويمكن ترتيب لقاء معه. وبالفعل سافر الحريري ليله الخميس الى لندن بحجه أنه يريد لقاء نجله، مع أنه كان ينبغي له المشاركة في مناسبتين أساسيتين هما قداس مرمرون وحفل توقيع اتفاقية النفط والغاز في البيال.
غير أن لقاء الحريري ابن سلمان لم يحصل، إذ أن الأخير أجل زيارته لبريطانيا إلى آذار المقبل. وعلمت الأخبار أن موفدا سعوديا سيزور بيروت هذا الأسبوع نزار العلولة على الأرجح، وذلك في مهمة تتصل بعلاقة الحريري بولي العهد محمد بن سلمان والمقاربة السعودية للملف الانتخابي اللبناني. وأيضا من صحيفة الأخبار إنما في مقال للزميلة ميسم رزق تحت عنوان شهية مفتوحة على مقعد الإنجيلي لا لوائح مكتملة في بيروت الثانية. تبدو جميع القوى الانتخابية في بيروت الثانية بحالة ارتباك، لا تحالفات محسومة باستثناء حركة أمل وحزب الله ولا لوائح مكتملة حتى الآن. تسير الأمور ببطء شديد في هذه الدائرة، لكن الأكيد أنها ستكون معركة مدوزنة بحيث سيكتفي حزب الله وحركة أمل بمرشحين سنيين أو ثلاثة على أبعد تقدير من أصل ستة. وعمل أحد الإعلاميين كوسيط بين أمل والحزب والوزيرة ليلى الصلح حميدي لتكون مرشحة عن أحد المقاعد على لائحة الثامن من آذار في بيروت الثانية. وعلمت الأخبار أن الصلح ستزور الرياض خلال أيام وتلتقي الوليد بن طلال وبعد ذلك تحدد خياراتها. أما فيما يتعلق بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الأحباش فقد أكدت مصادر ثامن من آذار أن الجمعية حسمت انضمام مرشحها إلى اللائحة، لكنها تتمسك بعدم إعلان ذلك إلى حين تبديد بعض المشاكل الداخلية فيها، خصوصا أنها تعرضت لبعض الضغوط الخارجية. وأشارت إلى أن عدم تحالفها مع أي جهة يضعف حظوظ مرشحها في الفوز لصعوبة تأمينها الحاصل الانتخابي وحدها. وتقوم استراتيجية فريق 8 أذار في هذه الدائرة على تشكيل لائحة غير مغلقة تحديدا في المقاعد السنية، ولذلك تتجه إلى تسمية ثلاثة فقط لسببين: الأول عدم قدرة على الفوز بأكثر من هذا العدد، والثاني عدم استغلال الحريري لهذه النقطة ولعب دور الضحية في الشارع السني. أما الأسماء شبه المحسومة على اللائحة حتى الآن فهي عن المقاعد السنية عدنان طرابلسي الأحباش سالم زهران، وعن المقاعد الشيعية أمين شري. أما إنجيليا فإن مرشح اللائحة هو فارس سعد عن الحزب السوري القومي الاجتماعي. وأيضا من الأخبار لقاء باسيل صفا أولوية الانتخابات. علمت الأخبار أن لقاء جمع قبل أيام قليلة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس وحدة الأمن والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا تمحور في الجزء الأكبر منه حول الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن شرح ظروف تصريحات وزير الخارجية الأخيرة وأبعادها. فكان تشديد من الجانبين على متانة التفاهم الثنائي وضرورة تطويره وتحصينه وصولا إلى مقاربة الملف الانتخابي على قاعدة تنظيم الاتفاق والاختلاف، وهذا معناه التفاهم في كل المناطق انتخابيا سواء كنا على لائحة مشتركة أو لم نكن، على حد تعبير أحد المتابعين للقاء. وفي الختام مع صحيفة المستقبل: بري مرتاح للقاء الحريري كسرنا الجليد. نقل زوار عين التيني عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أجواء إيجابية عن اللقاء الذي جمعه أمس برئيس الحكومة سعد الحريري في عين التيني. وأكد الزوار لصحيفة المستقبل أن بري أكد أنه مرتاح لمضامين لقائه الحريري مكتفيا بالإجابة ردا على استفساراتهم بالقول كسرنا الجليد. يعني سمر إن شاء الله تكوني قدرتي سرعتي بقراءة الصحف. فاصل نتابع بعده الحدث معك ومع ضيفك. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع الحوار مع ضيفي الدكتور حسن مقلد. أهلا وسهلا فيك من جديد. كنا قبل البريك قلنا حنفوت على كنت عم حاول احكي عن ثلاث ركائز الحقيقه للموضوع. صحيح، وحده منهم اول وحده موضوع العقوبات. قلت انه في عندنا عن الحمله، اي طبعا شلني على اقتصاد، بس بعدني عم بقول بس بموضوع العقوبات عم بقول في عندنا ورقه القواعد العسكريه الامريكيه، الوجود العسكري، ورقه الاستقرار، ورقه النازحين، ورقه حاجه لبنان اليوم اللي بعدها موجوده بكل المرحله الانتقاليه والقادمه والعلاقات الموجوده مع اوروبا. يعني عندنا نحن اليوم وراء فينا نستخدمها بعد ما استخدمناها. النقطه الثانيه اللي كنت عم بحكي عنها هي الحملة للأسف يعني السعودية على لبنان ممنهجة، يعني المنهجة والمنظمة واللي كمان ماخذة عدة أبعاد. يعني مثلا ما في يوم بيمرق ما في موقع إخباري أو تلفزيون أو صحيفة سعودية إلا بتفتري على لبنان. يعني طلعوا هذيك اليوم يخبروا أنه بالأي تي أم بالصرافات الآلية مطل في دولار، طلعوا يخبروا أنه وقفت كل أنواع القروض، طلعوا يخبروا انه لبنان باخر شباط ما بيعود في عنده نقد اجنبي وبالتالي يواجه الانهيار. صحيح. طلعوا يخبروا خبريه تلفزيون طويل عريض اساسي يقول انه اذا السعوديه سكرت اسواقها 6 مليارات دولار من الصادرات اللبنانيه بتوقف. هيدا صحيح. هو
وكل حجم صادراتنا 3 مليارات بيطلع لنا 400 مليون دولار على السعودية، يعني فيها الخليج كمان. فأنه روايات مش طبيعية طبعا، عدا طقم المسؤولين من السبهان للجبير اللي خبروا أخبار ما حدا بالعالم حتى الإسرائيلي ما استرجوا يقولوها. طبعا اتصالات وضغط على شركات عديدة إنه ما إلك حق تعملي، إذا بدك تشتغلي عنا ما فيك تشتغلي هون. طبعا صعوبة التحويلات من وإلى بين لبنان والسعودية اللي ما بحياتنا شايفينها. هيدا استدعى لقاء بين حاكم مصرف لبنان وفخامة الرئيس على كل حال. يعني أنا بعتقد إنه هيدا موضوع دائم، يعني هيدا موضوع من 24 من وقت احتجاز الرئيس عبد الحريري لليوم. بس هو الموضوع مرق بمرحلتين، مرحلة كان معلنة فكان في استنفار لبناني للمواجهة، ومن وقت ما بطل معلن وما حدا بيحب يحكي فيه ولازم ما حدا يحكي فيه. بس في نقطة بس لازم حدا يحكي على الأرض، يمارس على الأرض، يعني خطة اعتراضية حقيقية تما نسمح نحن هذه الحرب تستمر. هذا اللي بعد ما صار، هذا اللي بعد ما صار، هذا اللي بعد ما صار. بس خليني هون بنقطة الحركة المنظمة السعودية، كثير مهم إذا بتخبرنا مين يقود هذه الحركة. الحقيقة السعودية عملت مجموعة اتفاقات مع ثلاث شركات دولية بعز الاحتجاز. وهو ثلاث شركات كلفوا تكليف انه يحطوا مؤشرات عن لبنان سلبية. ويقال مين اهم هذه ويقال الشركات؟ ويقال عمول انا ويقال انه شركة ماكنزي كان لها كمان دور بهذا المجال. وانا بقول لك اكثر من هيك، انه هو ثلاث شركات راحوا على اسواق المال العالمية وحطوا اخبار مش صحيحة عن لبنان، وزعوا تقارير تأثرت فيها وكالات التصنيف. واحدة من التقارير بتقول انه فور رئيس سعد الحريري رجع على لبنان، غير انه راح يستقيل راح تندلع يعني مشاكل بين الرؤساء الثلاثه بشكل انه اقتصاد لبنان يعني راح يوقع، وكلنا بنعرف قديش اثروا على السندات تبعيتنا. صحيح. وشفنا نحن انه الحقيقه هذا كله كان معاكس. مش ماكنزي هي ذاتها يلي سلمناها رقبتنا الاقتصاديه وجبناها لتنظم لنا اقتصادنا. شوف للاسف للاسف انا بقول لك انه لا، ما فيها تمسك رقبتنا الاقتصاديه. لانه يعني ما بعتقد انه هي رح تعرف تعمل شيء بما فيها مسك رقبتنا الاقتصاديه. حلو. انه تجاربنا للاسف بالسنين الماضيه. فاذا شو بس ندفع لمصاري؟ ندفع لمصاري ونسمع وجهه نظرها. انا ما بعرف كيف بلد عن جد يعني عليه عقوبات. انه شركه مكلفه معلي بمنطق خدنا على قد عقلاتنا نحن كمواطنين، شركه مكلفه من قبل المملكة العربية السعودية لتشويه صورة لبنان اقتصاديا في العالم، يقال هي ذاتها منجي بدها تنظم لنا اقتصادنا وبدنا ندفع لها لناخذ استشاراتها القيمة. انا بقول لك بغض النظر عن هيدا، عدا عن الفشل الذريع يلي مرتكبته شركة ماكنزي اقتصاديا بالعالم. بس أوكي. انا عمول بمعزل عن هيك، نحن بلد كيف بنقبل، كيف هي مسألة سيادية، كيف بنقبل نجيب حدا أمريكاني أجنبي بعز هن معلنين حرب علينا نجي نقول له تعطلنا رؤية الاقتصادية، كيف هيدي بتركب؟ يعني إنه أنا بيجي بقول له هلأ اليوم بيجي بقول للإسرائيلي أنا بدي كلفك تحميلي حدودي، تسأل يعني وزير الاقتصاد في شيء. أنا يعني على كل حال ملف الاقتصادي للأسف الشديد بطريقة إدارته يثبت يعني لليوم فشل بعد فشل، ويثبت غربة حقيقية، انفصام كامل عن الواقع. يعني نوصل للمستوى الثالث انا كنت عم بحكي عنه، حكينا مستوى العقوبات، حكينا مستوى الحمله المنظمه والحرب المنظمه، نوصل للمستوى الثالث والمستوى الاقتصادي بمعزل عن كل شيء. طب نحن بلد عندنا اقتصاد تعبان، عندنا اقتصاد عم يتعرض لحملات ولهجوم. نحن بلد معقول اليوم ما كان اهم انجاز الموازنه؟ طب وين الموازنه؟ اول خطوه. طيب في مفترض الاوروبونز ينعملوا، وين الاوروبونز بدنا نعملوا؟ طب في رؤية اقتصادية ولو مرحلية ومؤقتة، وين مين الموازنة؟ عم يشتغل؟ مش لما أقرينا موازنة 2017 قالوا إنه بعد بشهرين ثلاثة الحكومة بتحول موازنة 2018 إلى مجلس النواب وما إلى ذلك. ليش؟ اختلفوا مع بعضهم وما التزموا. عدا موازنة 2018 كان المطلوب تنطرح على النقاش لينحط فيها بنود إصلاحية. صحيح. صارت ضرورية ومطلوبة للبلد. هذا المستوى الثالث اللي عم بحكي عنه أنا اليوم. نحن اليوم عم نواجه زيادة بالصرف، نحن اليوم ما عم نحط ضوابط، نحن اليوم ما عملنا ولا خطوة إصلاحية مطلوبة تنعمل بكل المسائل. حطينا ضرائب بس، علما للأسف بس زدنا الضرائب، حطينا ضرائب على الناس، ضرائب من دون سياسة ضريبية واضحة، حطينا ضرائب من دون ما يكون عندنا رؤية اقتصادية أو سياسة اقتصادية ولو مؤقتة.
نحن اليوم بعد المناقصات الغلط اللي بلشنا فيها واللي نوعدنا انه هذه بدها تتوقف بقيمة مليار وشوي بعدها مكفية، وقت الانتخابات عم تزداد بهذا المجال، هيدي كلها ثغرات ما بتبشر بالخير. انه هول هيك بلشنا حديثنا، المفادين الامريكان اللي اجوا ليضغطوا علينا، نحن اذا هول ما عملناهن ما بيكون عملنا الحد الادنى المطلوب منا لنقدر نواجه اي ضغط اقتصادي بده يصير على البلد، علما انه البلد خلال هذه الفتره الزمنيه يعني البلد عم بيبين انه عنده حاجه لاستيعاب لاستهلاك اموال. يعني منا مزحه انه نحن سنه 2017 اول سنه يمكن بتاريخ لبنان، اكيد مش يمكن اكيد، مليار و500 مليون دولار حط مصرف لبنان قروض مدعومه بين 1/1/2017 و15/1/2018، مليار و500 مليون دولار كانوا سحبوا استهلكوا كلهم وفاتوا. نحن عم نحكي عن بلد كل الدراسات بتقول طاقته الاستيعابيه بين مليارين لمليارين ونص، يقدر البلد يمتص مليار و500 مليون دولار، دليل قديش نحن مثل الصحراء محتاجين هيدي الاموال للتوظيفات سواء بالسكن او بالانتاج. هيدا بيعني انه كل شغل الحكومه، كل شغل الاداره الاقتصاديه لازم يكون منصب على التوظيفات واستثمارات وعلى اصلاح هيكلي بيسمح لنا. شو الاصلاح الهيكلي؟ موضوع الكهرباء. يعني احنا اليوم انا بقول لك بكل بساطه، كنا عم نجيب 300 ميجا من سوريا باسعار رخيصه، ما ندفع مصاري لسوريا، وقفوا. في حدا يلاقي تفسير ليش ما ندفعوا المصاري لسوريا؟ نائمين بنفسنا. لا هيدي مرقه للاسف، هيدي الحقيقه. مؤسسه الكهرباء وزاره الطاقه عملت واجباتها على اكمل وجه. ما بعرف ليش، قل لي انت ليش؟ مش لحتى لي نحس حالنا بزياده انه نحن عايزين بواخر مثلا؟ هو الحقيقه يعني الارباك اللي بيصير انه اليوم اللي معطل عمليه التمويل هو اللي مفترض يكون عم بيعطل عمليه البواخر، مش بالعكس. هيدا ما عندي تفسير لهذا الموضوع. لو المشكله بوزاره الطاقه ومؤسسه الكهرباء بقول لك اليوم مشكله لهون ولهون، ولكن وين الحكومه؟ وين الاداره العامه؟ اذا في حدا غلط لاي سبب من الاسباب، طب وين التدخل؟ نحن كنا عم نحكي بشكل جدي انه في امكانيه نوصل لنجيب 500 و600 ميجا من سوريا، وساعتها نعيد التفاوض على السعر بشكل يصير ادنى سعر ممكن مثل ما لازم يكون. بس نحن اليوم 300 وقفناهم لانه بطلنا ندفع مصاري لسوريا. هيدا سؤال جدي، هيدا واحد من الاصلاح، هيدا في توفير على القليله شي 35 او 40 مليون دولار. طب نحن الارقام نكبها بالبلد كانه نحن يعني معنا ميزانيه امريكا، الدنيا مش هيك. صحيح. وغيرها 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 من القضايا اللي كلها للاسف الشديد بتلاقي كانه كله ناطر الانتخابات النيابيه ومنبلش بعد الانتخابات النيابيه. شو منبلش بعد الانتخابات النيابيه؟ انه منبلش شو اللي بده يتغير يعني؟ في ناس مراهني انه ممكن يصير في تغيرات بتسمح لهم اذا عندهم مشروع معين يحطوه على الطاوله. انا رايي كل يوم عم يمرق هو في خساره، وكل يوم عم يمرق من دون ما نعمل اي خطوه عم بصعب عمليه الاصلاح وعم بيزيد الكلفه تبعت عمليه الاصلاح. نحن اليوم كل يوم فينا نعمل خطوه بتساعد بشكل جدي انه نهيئ الارض لنبلش باصلاح حقيقي وقت ما نبلش. صحيح. اليوم كل شيء نجحت حتى الساعه تعمله الدوله هو زياده الضرائب على الناس، هو رفع التفاعل على 11، هو المدارس عم نشوف شو عم بيصير، اوكي اقريتوا سلسله كتر خيركم، لا مولتوها ولا عملتوا شيء فيها، صفى الاهل بدهم يدفعوا الزيادات، صفت الاهل عم بيعانوا هلا، الشارع مليان، الاساتذه بالشارع، الاهل بالشارع، المدارس ما عارفه شو بدها تعمل، فايتين على هذه الحاله. وفي شيء الاهم من هيك ويلي اليوم الناس يلي عم تبعث لنا على السوشيال ميديا، بدي احكي باسم الكل ما رح سمي حدا، لانه اكثر من 100 سؤال جاي على تويتر بنفس الموضوع، هو الزياده على القروض السكنيه، شو هالفضيحه يلي عم بتصير؟ الناس بعدها لحد هلا في ناس ما عم تقدر تقوي حالها وتقوي عائلتها وتقوي راسها، نجي بدل ما نخفف عن كاهل المواطن بنعمل زيادات على القروض السكنيه وبنخفف 10 سنين من وقت سداد هذه القروض، شو يعني هذا الحكي؟ شوف اول شغله، بس كنت عم بحكي عن المليار و500 مليون دولار، انه هول لاول مره بتاريخ لبنان بينحط هذا الرقم. كل سنه كان ينحط من 3 4 سنين لليوم بينحط مليار دولار، بينصرف منه 600 700 و300 بيتدوروا للسنه اللي بعدها. اللي صار هلا انه نحط 500 مليون دولار اضافي، نحطه بدءا من 15/1/2018، وهول ما شملوا اي تغيير بالفائده لا من قريب ولا من بعيد. ولكن اول نقطه بده واحد يعرفها انه القروض السكنيه وسياسه الاسكان مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الحكومه، هي مش مسؤوليه مصرف مركزي. يعني بالاساس المصرف المركزي
قد ما انه كان في فراغ كان عم بمد ايده على قضايا مش اختصاصه ومش شغلته، وبرضه كانت عم بتصير القصه. طب اليوم انا حسب البيان اللي منشور اليوم بكل الجرايد انه هو ما عدل بالقروض، بعدها مثل ما هي. بنك الاسكان عدل بالقروض، في سياسه اقراض عند المصارف بلكي على حجه. لمين تابع بنك الاسكان مباشره؟ لمين تابع بنك الاسكان؟ هو شغلتين، بنك الاسكان هو نصه قطاع خاص للمصارف ونصه للدوله. اوكي، يعني مفترض الدوله الحكومه يعني وزاره الماليه وغيرها والمصرف المركزي مفترض يكون عندهم اشراف على كل هالمؤسسات، بس هذه نصها للقطاع الخاص وهذه بينحكى معهم. بس ما هيدا جزء من الحديث اللي عم ينعمل. ما اليوم جزء من المصارف زعلان وماخذ على خاطره لانه حطوا له ضرائب واعتبر هو ما بيدفع ضرائب. وانا بهذه المناسبه لانه انا اكثر واحد كنت عم يعني سعيت لهذا الموضوع، بس انا صرخنا تماما لهذا الموضوع. بس كمان في مفاجات، يعني بيطلع لك بعض المصرفيين بيخبروك انه خي احنا على الورقه والقلم عم ندفع اكثر من هيك. تسالي وزاره الماليه بتاكد وزاره الماليه انه مش عم يدفعوا هالقد. طب معقول اليوم بالبلد في رقمين عم ينكبوا حول الضريبه اللي عم تندفع؟ هذا موضوع كمان لازم ينبت. اذا انبت، وانا رايي رح ينبت لصالح وزاره الماليه، لازم يمنعوا يحكوا، بمعنى انه ما لكم حق بقى تتجنوا، واذا طلع معهم حق لازم نعمل مراجعه عن جد، ويقول وهي المراجعه تقول انه في غلط ب 1 2 3 ويتصحح. بس ما بيجوز هذا النقاش يضلوا بالبلد اكثر من 3 اشهر فلتين، واحد بيقول بيدفعوا هالقد واحد بيقول بيدفعوا هالقد. لازم بيان رسمي ينهي هذا الجدال بطريقه مضبوطه. عم تطلب كثير، ما بدهم يتفقوا الحقيقه عم بطلب لاوصل للجواب، لانه هيدا شو بيعني؟ هيدا بيعني انه هيدا البنك اللي بياخذ قرض مدعوم هالقد وعم يرفعه هالقد ما له حق، ما له حق. مين بيقول له لا؟ اللي بيقول له لا ساعتها الحكومه بتقول له لا، اللي هي معنيه فيه، اللي هي مسؤوله عنه. اي حكومه؟ الحكومه يلي هالقد سهلت للمصارف ويلي هالقد خلت المصارف تتحكم اكثر برقاب الناس؟ مزبوط، بس هذه الحكومه نفسها لاول مره، الواحد ليشهد يعني، لاول مره حطت ضريبه على المصارف. هلا كانوا مقتنعين مش مقتنعين بحث اخر، هون بترجعنا لقصه المدارس. هل الضريبه عم تندفع ولا ما عم تندفع؟ هلا عم تندفع، هلا عم تندفع، هن هلا عم يضربوا اجرهم بالارض لما يدفعوها السنه الجايه، ولا يقولوا انه هيدي القصه مش مزبوطه. بس انا فعليا قد ما انه صاروا بعت لي مستندات وورق، كل ما اجت بحولها على وزاره الماليه، انا عم اقول لك ضروري وزاره الماليه تطلع بيان مفصل قديش بيدفعوا، حتى لي ينقل لهم هيدا الرقم الرسمي، وإذا معهم حق يعني نعمل مراجعة، وإذا ما معهم حق لازم ينقلوا هذا الرقم الرسمي، وحاجة تبالغوا وتهولوا وتقولوا حديث مختلف. بس أنا بدي أرجع لقصة المدارس، مثلا قصة الرتب والرواتب. أنا ثائبت، ما شفت مسؤولين كثير وحكيت أنا وياهم وتناقشت معهم، وبعرف في ناس ما كانوا مقتنعوا، وهول الناس اللي كانوا مقتنعوا قبلوا. بس أصعب شغلة يقبلوا بالسلسلة وما يطبقوا القانون اليوم. شو هاي البدعة يطلع وزراء مجلس وزراء يخبروكي قصطوا لهم إياها، ما اتفقنا بهيدي الطريقة. شو يطلع وزراء هلا اليوم يقولوا ويخبروا ورؤساء انه لا هاي المدارس معطره والله يساعدها؟ المدارس بكل بساطه لانه مدارس الطوائف هي اكبر مدارس، ولانه كل واحد يوم قبل الانتخابات خايفين من طايفته او بده يسيرها. لا مش هيك الدنيا بتصير. يوم قيمه في ميزانيه، في ميزانيه يوم قيمه فيها هيدي المدارس يلي مسميه حالها معطره. هيدي المدارس صار 12 سنه ما لها حق تزيد الاقساط، صار 12 عم سنه بتزيد صحيح. بتزيد الاقساط وبتخالف القانون وما بتعطي المعلمين ولا حق من حقوقهم. ليش ما في حدا عم يحطها عند حدا لهذه المدارس؟ لانه بكل بساطه مثل لأن مدارس مثل الطوائف مثل يعني؟ موضوع المصارف، مثل موضوع شركات الادويه. ما المشكل انه هيدي الطبقه السياسيه جزء مكون من هول، امتداد لإلهم. ما بيقدر الواحد يكون مجلس وزراء ويصوت ضد مصلحته. أنا بعد لحد اليوم بقول أنا ما فهمت كيف مرق قانون الضرائب على المصارف، لأنه نصهم كانوا أو شركاء وأعضاء مجلس إدارة صح. بس قطع لأنه وضع البلد ما عاد يحمل. بس اليوم اللي أخذوه الناس من الباب عم يرجعوا يشلحوهم إياه من الشباك، وأكبر دليل أنه كل مدرسة بتعمل زيادة قد كل سلسلة الطب والرواتب اللي أخذوها، بينما على الورق ما بدها على باقرة، على الورقة وعلى القلم قديش كلفة الزيادة بيطلع فيها الواحد. انتم صار لكم 12 سنه بتاخذوها، دجا اخذتوها، ما تجوا اليوم تقولوا للعالم عم بتدفعوها. وانا باكد لك كل المدارس اليوم عم بتزيد، وتحت شعار هيدي الفوضى القائمه رح يصير امر واقع. على كل حال اليوم بصحيفه الاخبار في مقال مفصل عن هذا الموضوع للباحث في التربيه والفنون وعضو الحمله الوطنيه لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصه نعمه نعمه، بيقول انه ما يحق للمدارس زيادة على الأقساط هو 58 ألف ليرة بس. في مدارس وصلت للمليون و800 ألف زيادة على الولد. أنا بأكد لي في مدارس فيها 2000 دولار
زادت هلا على الولد. على كل حال انا بدي اقعد الناس بحلقه خاصه عن هذا الموضوع، نجمع العالم على هالطاوله بالتحديد ونحكي بالتفصيل عن هذا الامر بالتحديد على القلم والورقه وبراي قانوني ايضا بهالموضوع. ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله راد. بدي تابع معك بما تبقى لنا من وقت لانه في كلمه لدكتور رئيس سعد الحريري بالمؤتمر بالسرايا حول الفايبر اوبتكس قبل من هلا لا يطلع دكتور رئيس. كمان لاقول كلمه بس بهذا الموضوع، معقول هذا من الموضوع دفع الشعب اللبناني دم قلبه على الفاير اوبتيك ليطلع وزير بكل بساطه هيك على يعطيه لشركات تروحوا انتم عدا صرنا مين انت؟ عدا صرنا وزير انت صرنا مين؟ صرنا ثلاث سنين مدفونين كل هول مصاري، أسوأ انترنت عندنا بوقت فينا بدقيقه واحده بس يتك الديجونتور بصير اسرع انترنت. مين منع محاكمه هذا الوزير؟ ماشي ما رجعنا نفس الخبريه، رجعنا نفس القصة. ليش عم تحم قلبك؟ كل بس هيدي الكلمة لازم تنقال. هلا عم يعملوا كرنفالات كرمال فايبر اوبتيك، روحوا شغلوهم بقى وخلي الدولة تشغلهم وروحوا طبقوا قانون اتصالات عن جد واعملوا ليبون تيليكوم عن جد، مش اوجيرو تيليكوم، اعملوا ليبون تيليكوم عن جد او طبقوا القانون او حاج تحكونا بالعفة، واحدة من الشغلتين. نعم، نحن عشية مؤتمرات دكتور، نحن عشية بفتكر 15 أدار حدد مؤتمر روما وفي على أبواب مؤتمر باريس 4 كمان ما بعرف إذا أمتى حدد بفتكر باريس بأيار بأيار أواخر أيار. طيب وين رايحين؟ هيدا شيء مهم على كل حال، المؤتمرات مؤتمر روما لدعم المؤسسة العسكرية ونحن بحاجة لهذا الدعم، ومؤتمر باريس بشكل عام طبعا سيف ذو حدين هذه المؤتمرات على قد ما بيأمنوا غطاء للبنان وأنه لبنان مش متروك، وعلى قد ما بيأمنوا كمان خلينا نقول تمشية الأمور الاقتصادية وكل هذا الأمر أيضا بالنهاية عم بيراكموا ديون، بالنهاية ما حدا بيعطي بلاش وعم بيرفعوا الدين العام للدولة. معك حق، أنا بدي لك شغلة واحدة بس. شوفي كل المؤتمرات اللي صارت باريس واحد وباريس اثنين وباريس ثلاثة، الحقيقه الصيت لهم والفعل الشيء الداخلي، يعني عن جد باريس واحد عمل المصرف المركزي مع المصارف وقت سواب على 4 مليارات دولار وشوي على 0% قد باريس واحد كله سوا، اخذنا الغطاء بس الفعل صار جوا. باريس اثنين اهم شغله صار فيه انه كان مفترض القروض اللي عاطينا اياها حصه الدوله لنقدر تدفعيها لتستخدم القروض، اجى باريس اثنين قال هيدي الدول كمان بدها تمولها، ما صار شيء منها لا من قريب ولا من بعيد، لا صرفنا القروض وما صار شيء. باريس ثلاثة يوم اللي صار كانت الدنيا والعاني بالطرقات اللي بيتذكر، وكان كل هدفه بس يقول انه اوروبا وامريكا بعدهم موجودين، الشارع مش للمقاومة ولا حليفه وقتها اللي كان تيار الوطن الحر اللي كان ماسك الشارع. نحن اليوم بكل مؤتمر باريس اهميته عم يجي يعطي مظلة للبنان مقابل هالجنون اللي هاجم بعض الدول عليه بلبنان، اللي هيدا جنون ممثل اليوم بالحملة اللي حكينا عنها قبل شوي اللي عندها طابع خليجي واللي الأمريكان مش مشاركين فيها بس مبسوطين فيها لحدود، يعني الأمريكان بيقلك أنا قبلين فيها لحد مس الاستقرار، هوليك بيعتبروا لا مس الاستقرار مفيد، لأنه إذا مس الاستقرار بيعتبروا هن بمصرياتهم بيجوا بلموا كل هذا الوضع وبرجعوا بفوتوا، هذا شيء جواري. أما الرهان أنه بقلب هذه المؤتمرات عم بحكي عن باريس هلأ رح يجي منه سلوى ويجي مصاري، انسوا الموضوع، اوروبا الله يساعدها، يعني هي تهتم بحالها، امريكا عم تشلح العالم مصاري شو رح يجي؟ مش رح تدفع مصاري، اذا مش رح يجي مصاري مظلة دولية بتقول هذا البلد بعد في رهان عليه، في ثقة فيه، قطاعه المصرفي منيح، قطاعاته جيدة، ركبوها بين بعضكم كيف يكون تركبوها، هيدا بالنسبة لنا منيح منه عاطل، بس ما حدا يحمله أكثر ما بيتحمل. مؤتمر روما أنا بعتقده كثير إيجابي كمظاهرة دعم سياسي وعسكري مطلوب للجيش اللبناني. بس خلينا نحكي بصراحه، الدول اللي راحت تشارك هونيك هلا فقت على الجيش اللبناني؟ ما كانت منتبهت له؟ فإذا بعدين هلا حبت الجيش بعد ما خلصنا من داعش وخلصنا من النصره؟ يعني ما كانوا يحبونا الجيش هلا مش غلط يحبوه هلا مش ماشي مشكلة. عم بوصل نحن اليوم لازم نرحب بكل هول بباريس وبروما، بس هيك عندنا اجندتنا الداخليه نروح وفق اجندتنا، رجعنا على بيت القصيد تماما يلي هو غياب التخطيط. اذا ما عندنا اجنده واضحه شو بدنا وشو مصلحتنا وشو بنقبل وشو ما بنقبل، ما بنضحك على بعضنا، ما اذا الفرنساوي والله الايطالي بروما والله الامريكاني ما هو ما بيشوف الجيش اللبناني الا بمقابل المقاومه، ما بيشوفوا الجيش اللبناني مقابل اسرائيل، ما هو خلينا نتذكر بعديسي بس وقف الجيش اللبناني وقوس على الاسرائيليه وقت الشجره منعونا سنتين ناخذ بارودي وحده،
اليوم بس عطونا هول كم طيارة لأنه هن فهموا أنه إذا ما عطونا إياهم غيرنا رح يعطينا لنفوت بموضوع داعش لهن كانوا ضد الحرب عليه. أنا بكرمال هيك بقول مؤتمرات مهمة وكل شيء، بس إذا أجندتنا ما كانت واضحة هيدا بفوتنا ببازار وفوتنا بإشكالات نحن بغنى عنا. الشغلة الثانية والأساسية حدا وبتتعارض معها، نحن اليوم عندنا كثير طرق، عندنا طرق تسليح الجيش، عندنا طرق انه في دول عارضه علينا تسليح جيش، في روسيا عارضه، في ايران عارضه، اذا هالقد عن جد على القليل نستعمل هالاوراق للمناوره لنبتز الباقيين. وفي شغله ثالثه اساسيه اهم من كل هول، نحن اخر النهار بعده البلد في مصاري، نحن مشكله البلد انه مش عم نختار كيف نوظف الامكانات اللي عندنا. مين بيقول نحن ما لازم ناخذ كذا نسبه مئويه لتسليح الجيش من ناتجنا المحلي؟ مين بيقول نحن اليوم لازم نروح على السوق السوداء ونسلح الجيش؟ حتى هيدي فينا نستخدمها منورة على اللي بحبنا عم يعطينا وعلى الآخرين. بهالمعنى بهالمعنى أنا عم أقول إنه هيدي المؤتمرات فيها تكون إيجابية وفيها تكون يعني عرضة لشغلات معينة. نعم. طيب اليوم أيضا قبل ما ينتهي وقتنا، وهيدا موضوع ما مرقنا عليه، يعني مرقنا عليه من باب السياسة لأنه بحاجة لجلسة لحاله كمان تعدنا فيها أنت جلسة تفصيلية، يلي هو ملف النفط. ملف النفط يلي نحن اليوم أنا طرحت بالمقدمة سؤال، نفطنا بخطر؟ يمكن نفطنا طبعا بخطر وسط الطمع الإسرائيلي ويلي بيعتبر أنه البلوك 9 لإله، ووسط الكلام يلي جابوا ساترفيلد معه يلي بدو إيانا نرجع إلى خط فريدريك هاف يلي انطرح من 6 سنين ويلي بيقاسم لبنان على منطقته، يلي بيعطي 60% للبنان و40% لإسرائيل، يلي بيعطي ملايين الهكتارات قوة لبنان لإسرائيل. فكيف بدنا نحن اليوم بحاجة لعملية ترسيم حدود فعلية، كيف بدها تتم وسط هال يعني العراب الأمريكي يلي رافض اليوم 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 لو ميزان القوى مش في توازن أو لصالح لبنان، كانوا الأمريكان خلوا الفيتو على استخراج النفط مثل ما حطوا فيتو من 10 و15 سنة، لأنه النفط كل العالم بتعرف أنه موجود هو والغاز ببحرنا من زمان مش مبارح إجا، وكان في فيتو دولي وإقليمي على النفط. اليوم ميزان القوى هو اللي سمح أنه هذا النفط يتحرك، وهذا ميزان القوى هو نفسه التوازن الرعب والردع اللي موجود هو اللي فرض أنه البلوك 9 تجي شركات دولية وتاخده، وبتعرف هذه الشركات الدولية أنه هيدا لحق للبنان ولبنان رح ياخده. نحن بالمبدأ بالمبدأ لا، ما في خوف مهما عولوا الأمريكان لسبب بسيط. أول شيء عندنا إمكانات للتوازن. النقطة الثانية الشركات الدولية اللي اجت وفاتت هيدي صارت مسؤوليتها الدفاع عن هذا الموضوع. لهذا السبب أنا عم أقول أنه نحن أهم شيء يضلوا هذا الملف بين دينا وحي ونشتغل فيه ونفتح البلوكات عن جد اللي هي بتعملنا إشكالات مع إسرائيل لنثبت، لأنه يوم اللي بتيجي شركة مثل الشركات اللي إجت روسية وفرنسية والأنية والإيطالية، يوم اللي بيجوا هو الشركات بصير هاي مسؤوليتهم كمان هن بالدفاع عن الموضوع. بس نحن أول وآخر حجر الزاوية هو التوازن اللي موجود عندنا اللي ما بيسمح لإسرائيل تشتغل هيك. وبعتقد أنا بعتقد بين ساترفيلد تهويله بخط هوف اللي إجا عليه وعم يحكي فيه، وبعد حادثة الطيارة اللي صار، وبعد كل شيء عم بيصير، بفتكر هذا ميزان القوى على الأرض هو بيعدل الموضوع. أنا ماني خايفين من هذا الموضوع. شيء خايفين منه الوحيد هو إنه الموقف اللبناني يتراخى لأي سبب من الأسباب غير هيك. شو يعني شو اللي بيخلي الموقف اللبناني يتراخى؟ حسابات لبعض المسؤولين، حسابات لبعض الرؤساء. كلنا بنعرف انه ولو ملف النفط تاجل 4 سنين تجمد، لانه كان في او فيتو دولي او فيتو اقليمي، مره كان تركي مره كان سعودي مره كان امريكاني. هيدا بخوف يرجع اليوم اي حدا من هذا الباب يفوت ويقول هلا مش وقتها، روح افتحوا بلوكات ما عليها نزاع. عم بتشكك؟ عم شكك طبعا. بس اليوم عم شكك بمين؟ بس اليوم عم شكك بمين؟ عم شكك بمين؟ لا عم شكك بأضعف حلقة موجودة واللي هي بتتحمل مسؤولية تأجيل ملف النفط لفترة كتير طويلة. اليوم يعني عم شكك بحلقة الرئيس سعد الحريري. اوكي. بس اليوم في كلام واضح، في مقال واضح لزميل حسن علاء بصحيفة الأخبار يشير فيه إلى بعض ما اللي عم تتفضل فيه، وعم بيقول إنه الموقف اللبناني منه موحد،
بهذا الطلب بالتحديد وبطلب العودة لخط هوف وبهيدا الأمور. عم بيقول أنه تيار المستقبل وبعض التيار الوطني الحر، أحد أجنحة التيار الوطني الحر يعني، بيقول أنه إيه وين المشكلة بالعودة لخط هوف، وأنه ممكن أنه فرصة للبنان لحتى يحصل على اللي بده إياه. بينما رئيس الجمهورية والرئيس بري متمسكين بالحق كاملا، ما بينقص منه ولا سنتي. حسب معلوماتي ونقاشاتي، رئيس الجمهورية موقفه حاسم، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موقفه حاسم، الرئيس بري موقفه حاسم، تيار المستقبل بياخذ وبيعطي. فما بعرف مين الجناح تبع التيار الوطني الحر، طالما عم اقول انه يعني رئيس التيار ورئيس الجمهوريه موقفهم حاسم. هذه معلوماتي ونقاشاتي لحد امبارح. لهذا السبب انا ماني متخوف الموقف اللبناني الا من جهه الضغوط اللي ممكن تجي على الرئيس سعد الحريري. على كل حال للحديث تتمه بهذا الموضوع معك دكتور حسن مقلد، اسمح لي انا بدي اشكرك اول شيء على مشاركتنا بهالحلقه، واسمح لي انا وياك والمشاهدين ننتقل مباشره الى السرايا الحكوميه للاستماع الى كلمه رئيس الحكومه سعد الحريري. انه نشتغل، غيرنا اختار بحكومات اخرى ما يعملوا شيء، يتفرجوا يعني يتأملوا ينظروا، لكن هيدي الحكومة مع وزير الاتصالات ومع القيمين عليها قررنا وأخذنا قرار أنه نقوم بنقل نوعية بهالبلد اللي محتاج هيدي النوع من التكنولوجيا توصل لكل بيوت اللبنانيين، لأنه فعلياً هيدي بتخلق وظائف عمل لا تحصى. يعني اليوم إذا مننظر لكل القطاع الخاص قديش محتاج هو لهيدا المشروع، بتمنى القطاع الخاص هو يستثمر هالمال حتى يقدر يكون في عنده هيدا السيرفيس. نحن متأخرين جدا أنه ندخل بالألياف إلى بيوت الناس، ولكن مش معناتها أنه ما لازم نقوم فيه. هيدا مشروع كثير مهم للبنان، وأنا بهني وزارة الاتصالات معالي الوزير والجميع على جهدهم. أي نعم أخذ وقت، درسوه بشكل كثير كبير، ولكن نحن مقررين أنه نمشي وما نسمع لحدا، ما نسمع للناس اللي بده يعطلوا حركة الدولة، ما نسمع للناس اللي بنظروا، ما نسمع للناس اللي بيهوبروا، ما نسمع للناس اللي ما عندهم لا شغله ولا عمله بهالبلد الا ينظروا ويطلعوا لنا بنظريات انه كيف لازم تنعمل احسن. يجب علينا انه نقوم بشغلنا نحن، مثل ما عملنا نجاحات بالامن الداخلي بالجيش. شو النجاحات هيدي؟ لانه في قرار، ناس عم تاخذ قرارات وتقول انه هيدا الشيء لازم نقوم فيه، نقطه على السطر. اما نقعد ننظر ونحكي بالنظريات، هذا ما شغلتي انا، شغلتي انه في مواطن عنده حاجه، انا شغلتي انه امن لهالمواطن هذا السيرفيس، نقطه على السطر. هذا واجبنا انه نحن كلياتنا كحكومه كوزراء بهذه الحكومه انه نخدم المواطنين، نحن موظفين عند المواطن اللبناني. هيدي الروحيه اللي نحن بنشتغل فيها، ونحن باذن الله حنكمل. فهنيئا للبنانيين، وان شاء الله يعني حتابع هذا المشروع يوم بيوم. اظن كمان باخر هالسنه تقريبا 850 الف اللي حكيتوا عنهم حيكونوا 600 الف منهم على السنترالات الجديده. فهيدا شيء بيطمن. واذا ما اشتغلتوا ليل نهار يا ويلكم مني، كل مره حدلني اولى لحتى كل هالمشروع يتنفذ. يعطيكم العافيه، شكرا.
إذن مشاهدينا استمعنا إلى الكلمة المقتضبة جدا لدولة الرئيس سعد الحريري في سرايا الحكومية ضمن إطار إطلاق مشروع الفايبر أوبتكس على جميع الأراضي اللبنانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.